أرض الواقع في الميدان. والنهارده في الميدان بيطالب يعيش في امان وهو كإنسان الامن بيضرب في المليان بيعمله زي الحيوان بس كل ده راح وانتهى وقت السماح شعب راكك التمساح شعب نفسه انه يرتاح اتمنى ان مطالبه تتحقق بس ليه بعد 30 سنه رئيسه طلع عينيه وحكومه عملت غلط وجابت العيب فيه شعب طيب وخلبان ما نجيش نلوم عليه انزل قدام سفيره واعمل معاه حوار اعرف شعبك لفات اعرف شعبك لصار انت شايل جواه هتلاقي جنب الطار جواه سن هم جواه سن المرار رجع بقى على صوت يطلع من قلب النار اوكي وقت الثوره لا ده وقت الانفجار شعب راكع من زمان في الميدان كل الاشكال والالوان في الميدان رغم اختلاف الاديان في الميدان شعب راكع من زمان في الميدان كل الاشكال والالوان في الميدان رغم اختلاف الاديان جيت تاني مره دي مصر دولة حرة عملنا اكبر ثورة طلعنا الرئيس برا ترجع عليك يا تضرب في ايديك عمين حصر حواليك فاكر جيشك هيحميك عارف تتكلم مين ايوه احنا المصريين في الميدان متجمعين عليك كلنا حاسين واحنا مستكتين عايزين حق الشهداء الاول والمظلومين قدام كل العالم اسمنا متظاهرين وانت الوحيد اللي شايف اننا مجرمين يا شعب مصر ايوه خليكم دايما فاكرين لينا رب برضه واحد هيجمعنا يوم الدين في الميدان شعب راكع من زمان في الميدان كل الاشكال والالوان في الميدان رغم اختلاف الاديان في الميدان شعب راكع من زمان في الميدان كل الاشكال والالوان في الميدان رغم اختلاف الاديان فلسطين في الميدان في الميدان في الميدان أرض الواقع في الميدان.